الإسلام دين العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، أما التسوية فقد تكون عدلا وقد تكون ظلما، والإسلام جاء بالعدل كله. ومن هنا جعل الإسلام المرأة على النصف من الرجل في مسائل وليس مطلقا، لأن هذا مقتضى العدل ومقتضى الخلقة ومقتضى الخلقة، وهذا ضابط في الحقيقة وليس من القواعد الكلية الكبرى، ضابط لهذه المسائل. نعم. منها الميراث. منها الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مقتضى العدل، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة، والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل، والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل. نعم. والدية. نعم، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. والعقيقة عن الجارية شات وعن الغلام شاتان، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها. نعم. ومنها الشهادة. ومنها الشهادة، فالمرأتان تعدلان رجلا في الشهادة، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه العلة، المرأة كثيرة النسيان، كثيرة النسيان، فجعلت شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد فيما تدخله شهادة النساء، فيما تدخله شهادة النساء. نعم. والعتق. والعتق، فعتق امرأتين في الفضل يعدل عتق رجل في الفضل لا في الحكم، فمن وجب عليه أن يعتق رقبة تبرأ ذمته ولو أعتق امرأة، لكن في الفضل عتق امرأتين يعدل عتق رجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كان فكاكه من النار، رواه الترمذي وصححه الألباني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق المرأتين فكاكا من النار، وعتق الرجل الواحد فكاكا من النار. نعم.